بمناسبة قرب انتخابات مجلسي الشعب والشورى، أقام المركز المصري لحقوق المرأة لقاء التحالف المصري لمشاركة المرأة، ودار هذا المؤتمر حول مستقبل التحول الديمقراطي ومشاركة المرأة فيه. النهاردة بنعمل أكبر تجمع للجامعات الأهلية في مصر، في 450 جمعية بتغطي كل المحافظات علشان نناقش حالة المرأة بعد الثورة، لأنه رغم المشاركة الكبيرة للمرأة إنما إحنا شايفين إن حاصل إقصاء يبدو متعمد، يعني لا تم إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة علشان يبقى آلية وطنية تعبر عن النساء، ولا تم إدراجهم بشكل لائق في القوائم الانتخابية. إحنا شايفين إنه النص على كرسي واحد على القوائم الانتخابية بدون تحديد مكان ليهم خلى أغلب الأحزاب السياسية حطتها في ديل القائمة، وبالتالي إحنا معرضين لأننا نكون قدام برلمان ما فيهوش نساء، وكل ما يتم ذكر هذا الموضوع وكأننا بنقول حاجة غريبة أو حاجة نكتة، يعني وكأنه ده كان صنيعة النظام السابق، وده مش حقيقي. يعني مش معنى أنه اتعملت مكتبة بفلوس الشعب المصري وحد قفز عليها وحط اسمه يبقى احنا لازم نولع في كل المكتبات وفي كل المشروعات وفي كل القضايا. ال 450 جمعية المجتمعين النهاردة علشان يقولوا أن قضية المرأة دي قضية أساسية في تحول الديمقراطي. المؤتمر طبعا احنا كنا الأول ده اللي ائتلاف الجمعيات الأهلية، وعملنا الائتلاف دوت للحراك السياسي والديمقراطية اللي هي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بعد الثورة بتاعت مصر، الثورة العظيمة. فاحنا دلوقتي مؤتمر بيبقى فيه اتقسمنا للجان وفي مشاركة فكر معين، وبنبتدي نشوف احنا كجمعيات كلنا مع بعض نقدر نساعد بعض ازاي، ونقدر نبقى فيه ازاي الوعي والديمقراطية، نقدر نبقى لينا دور في نشر الوعي للديمقراطية وبقيت ان اساسا الجامعات الاهليه هي اكتر ناس بتبقى محتكه بالشارع المصري ومحتكه بالناس في الشارع، فهي اللي بتقدر تقرا الاحتياجات اللي عايزينها وغيره علشان نقدر نوعي الناس ان هم يشاركوا في حياه سياسيه وديمقراطيه صحيحه وسليمه.